مساء الخير، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة من الرياض. نبدأها بالعناوين. بولندا تعلن بدء حلف شمال الأطلسي مناورات عسكرية دورية لتعزيز أمن جناحه الشرقي. الاقتصاد السعودي يسجل نموا بقرابة 10% خلال الربع الأول من العام الحالي. الإعلام الكويتية تحذر من حملات للتنمر وابتزاز مسؤولين حكوميين على مواقع التواصل الاجتماعي. في الرابعة أيضا، العربية تستعرض قصة العائلة التي تولت إدارة الحرم المكي لمئات السنين وحتى إنشاء رئاسة الحرمين. أعلن الجيش البولندي بدء تدريبات عسكرية لحلف الشمال الأطلسي على طول جناحه الشرقي بمشاركة الآلاف من الجنود، وتستمر حتى نهاية الشهر الحالي. وأوضح الجيش في بيانه أن 18,000 جندي من أكثر من 20 دولة يشاركون في المناورات التي تجري في بولندا وثمان دول أخرى. وأكد البيان أن المناورات تهدف لتحسين الأمن في الجناح الشرقي للحلف، مناشدا السكان بعدم نشر معلومات أو صور لأرتال المركبات العسكرية المتوقع أن تتحرك عبر البلاد في الأسابيع المقبلة. أعلنت سلطات ماريوبول الأوكرانية عن عملية لإجلاء المدنيين اليوم، فيما قال مجلس المدينة أنه يمكن نقل السكان إلى زاباروجيا. وزارة الدفاع الروسية أجلت من جهتها 46 مدنيا أمس من محيط مجمع المصانع في أزوفستال في ماريوبول شرقي أوكرانيا. ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير مستودع للأسلحة والذخيرة الغربية في أوديسا بصواريخ من طراز أونيكس. كما أكدت في بيانها اليومي إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين و12 مسيرة. вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. высокоточными ракетами Оникс в районе Одессы на военном аэродроме уничтожен ангар с поступившим из США и европейских стран вооружением и боеприпасами. а также разрушена взлетно-посадочная полоса. Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесено поражение 7 военным объектам Украины. طالب حاكم مدينة خاركيف الأوكرانية سكان المدينة بالبقاء في الملاجئ بسبب كثافة القصف الروسي. يأتي ذلك فيما ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة دفاعها الجوي أسقطت مقاتلتين أوكرانيتين من طراز سوخوي 24M فوق منطقة خاركيف. هذه التطورات جاءت في وقت تحتدم فيه المعارك حول خاركيف في محاولة من القوات الروسية لتعزيز سيطرتها على المنطقة. المتحدث باسم هيئة الأركان الأوكرانية ألكسندر شتوبون قال إن الجيش الروسي بصدد نقل الأسلحة والعتاد العسكري من مختلف الأقاليم الروسية من أجل تدعيم الجبهة الأوكرانية. для нарощування темпів наступальної операції командування збройних сил Російської Федерації продовжує вживати заходів з посилення ударного потенціалу своїх військ. до прикордонних з Україною районів Залізничними шляхами перекидається зняти зі зберігання у Західному, Центральному, Східному військових округах та Північному флоті озброєння і військова техніка. ينضم إلينا من دنياتسك مراسل العربية رائد الأخبار. رائد، مرحبا بك معنا. ما هي مستجدات الحرب اليوم في ضوء تصريحات عن تقدمات روسية على أكثر من جبهة واستيلاء على مناطق وبلدات خاصة في الشرق والجنوب الشرقي؟
خالد، بالفعل يعني الحراك الروسي ينتشر في عدة محاور، لكن أهم جبهتين وأكثرهم سخونة هي جبهة محيط خاركف، حيث بالفعل يتقدم الجيش الروسي في الاستيلاء والسيطرة على عدة مدن وقرى حول خاركف في ذات الوقت الذي تدور المعارك أيضا حول خرسون، ما بين خرسون ونيكولايف، حيث يتقدم الجيش الروسي أيضا نحو نيكولايف ويسيطر على مدن وقرى بغطاء من سلاح الجو الروسي الذي يقصف بشدة، حسب ما تؤكد موسكو يقصف فقط يعني القدرات العسكرية الأوكرانية. يعني من ناحية المقاطعتين دانيتسك ولوغانسك، هدأت الوتيرة نوعا ما في دانيتسك، وبالفعل كان القصف يعني قليل جدا في الليلة الماضية وليس هناك أي ضحايا. أما بالنسبة إلى لوغانسك فما زالت المعارك مستمرة بين مد وجزر، حيث يتقدم الجيش الروسي أحيانا ويفقد بعض السيطرة على بعض المناطق في أحيان أخرى. خالد، هذه باختصار يعني العمليات العسكرية في الأربع محاور المنتشرة في يعني في يعني في البلاد. لكن بخصوص ماريوبل بالذات ما زلنا ننتظر أخبار عن المدنيين الذين يعني تم نقلهم إلى مدينة بيزيمينيا، وننتظر أخبار عن نقلهم إلى المدينة الذين يرغبون بالانتقال إليها، حيث أن مدينة بيزيمينيا هذه تقع تحت سيطرة الجانب الروسي، بينما هم يريدون الذهاب إلى مدينة زاباروجيا التي تقع تحت سيطرة الجانب الأوكراني. رائد، المتحدث باسم هيئة الأركان الأوكرانية قال بأن هناك عمليات متسارعة يقوم بها الجيش الروسي، ينقل من خلالها الأسلحة والاعتاد العسكري من مختلف الأقاليم الروسية. هل من تفاصيل حول هذه التصريحة؟ بالفعل بالأمس كان هناك تصريحات بأن هناك دعم عسكري بالعتاد وبالجنود من قبل مدينة بيلغراد المتاخمة في جنوب البلاد، جنوب روسيا وأيضا جنوب أوكرانيا على حد سواء. بالفعل هناك تقدم لآليات عسكرية ولجنود برية تتقدم نحو المدن الأقرب التي يسيطر عليها الجيش الروسي لإكمال الطوق. تعلم بأن الجيش الروسي الآن يعمل بطريقة مختلفة عن المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي طريقة التطويق، حتى في يعني المصنع الصغير في ماريوبل يعملون على طريقة أيضا التطويق والحصار أكثر من مسألة القصف المستمر أو الضرب. لكن هناك قصف وهناك معارك تدور، كل هدف يضعه الجيش الروسي في نصب عينه يعمل على حصاره من عدة جوانب، يستولي على القرى والمدن المجاورة للإحاطة به ومن ثم السيطرة عليه لاحقا. هذه هي الخطط والطريقة الجديدة التي يتعامل بها خالد الجيش الروسي. شكرا لك رائد الأخبار مراسل عربية من دونيتسك. قال رئيس مجلس الدوما الروسي فيتشلاف فلودين إنه يجب على روسيا الرد بشكل مماثل لتجميد الوصول من قبل الدول غير الصديقة، مشيرا إلى أن من الصواب اتخاذ تدابير مماثلة تجاه أعمال وشركات في روسيا يأتي أصحابها من دول معادية، وأنه يجب مصادرة تلك الأموال أفق تصريح. وفي محاولة لدرء التهم عن بلاده، دافع المستشار الألماني أولاف شولتز عن نهج ألمانيا الحذر في إرسال أسلحة ثقيلة لأوكرانيا، قائلا إنه اتخذ قراراته بسرعة بالاتفاق مع الشركاء، لكن التحركات المتسارعة أو بذل جهود ألمانية غير معتادة هي مسألة جدلية. وحسب صحيفة بيلد أم زونتاج الألمانية، فإن شعبية شولتز تتراجع رغم موافقة ألمانيا الأسبوع الماضي على إرسال دبابات جيبارد المضادة للطائرات لأوكرانيا. وفق استطلاع للرأي أجرته الصحيفة، فإن 54% غير راضين عن تعامل المستشار مع أزمة أوكرانيا ويرونه غير حاسم ويفتقر للقيادة، فيما تراجعت نسبة مؤيدي شولتز إلى 32%.
ضمن إيجازها اليومي، أفادت وزارة الدفاع البريطانية بأن روسيا تسعى إلى شرعنة وجودها في خيرسون من خلال إدارة موالية لها، وأنها تهدف إلى ممارسة تأثير سياسي واقتصادي على خيرسون على المدى الطويل. وبحسب تقرير الدفاع البريطانية، فإن سيطرة روسيا على خيرسون ستسمح لها بالتقدم نحو الجنوب والغرب. التقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف، وذلك أثناء زيارتها للعاصمة مع وفد من الكونغرس الأمريكي. وفي الاجتماع الذي عقد بين الطرفين، رحب زيلينسكي بالوفد الأمريكي معبرا عن شكره لدعم واشنطن لأوكرانيا خلال الحرب ضد روسيا، فيما أكدت بيلوسي التزام الولايات المتحدة بمساندة ودعم أوكرانيا حتى انتهاء الحرب. أنا ممتن لكم لدعم الولايات المتحدة شعبا ومجلسا تشريعيا بغرفتيه وحزبيه. أقدر للغاية إشارة الدعم باعتباري الرئيس وكذلك فريقنا وشعب أوكرانيا. إن هذا يظهر أن الولايات المتحدة اليوم هي قائدة الدعم القوي لأوكرانيا خلال الحرب. أود أن أشكركم على دعمكم لأوكرانيا في دفاعها عن سيادتها ووحدة أراضيها. نزوركم لنقول لكم شكرا على كفاحكم من أجل الحرية. نحن على جبهة الحرية ومعركتكم هي معركة من أجل الجميع. التزامنا هو أن نكون هناك من أجلكم حتى تنتهي المعركة. بعد عودتها لممارسة عملها مؤخرا في كييف، استبعدت السفيرة البريطانية ميليندا سيمونز تخلي الرئيس فلاديمير بوتين عن رغبته بالسيطرة على العاصمة الأوكرانية بعد خسارة المعركة لاقتحام المدينة بحسب تصريحاتها للغارديان. وأشارت سيمونز إلى أن القوات الروسية تحولت عملياتها باتجاه الشرق والجنوب، لكن الرغبة الروسية لا تزال موجودة للسيطرة على كييف بحسب السفيرة البريطانية في أوكرانيا. انضم إلينا من باريس الصحفي والمحلل السياسي محمد كليش. سيد محمد، مرحبا بك معنا. أولا، كيف تقيم أهداف الزيارة؟ أهداف الزيارة التي قامت بها نانسي بولوسي رئيسة الكونغرس الأمريكي في هذا التوقيت مع مجموعة من النواب الأمريكيين، ونتائجها المتوقعة. طبعا هذه الزيارة يعني بداية من المهم الإشارة إلى أنها تأتي بعد أسبوع من زيارة بلينكن وزير الخارجية البريطاني ووزير الدفاع البريطاني الأمريكي، وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين. بعد أسبوع من هذه الزيارة للوزيرين تأتي زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي ومعها عدد من النواب. هذه الزيارة هي ممكن اعتبارها من الناحية المعنوية امتداد لزيارة الوزيرين الأمريكيين، وهما طبعا تكفي الإشارة إلى أنهما وزير الدفاع ووزير الخارجية. هذه الزيارة هي رسالة واضحة وجدية إلى الأوكرانيين بأننا معكم، ليس فقط أننا لن نتخلى عنكم، وإنما نحن ندعمكم أكثر وأكثر وباتجاه الوقوف معكم أكثر وأكثر. هذه رسالة إلى الأوكرانيين، ورسالة طبعا إلى الشركاء الغربيين بمدى الجدية الكبيرة للولايات المتحدة الأمريكية بالدعم الكبير للأوكرانيين والذي تتزايد وتيرته أعلى وأعلى، وأيضا رسالة إلى الرئيس بوتين إلى روسيا بأننا هنا. صحيح أننا لا نقاتل على الأرض لكي لا نصل إلى الحرب العالمية الثالثة كما لمحتم قبل 3 أيام، وليس إلى أن ندخل في حرب نووية إلى ما هنالك، لكننا موجودون معنويا مع الأوكرانيين ونساعدهم من باب علاقات الصداقة، ولن نتخلى عنهم. بولندا أعلنت كذلك عن مناورات لحلف الشمال الأطلسي تشارك فيها أكثر من 20 دولة. هناك 18,000 جندي كما أعلنت بولندا سيقومون بهذه المناورات. هل هي مناورات كما قالت بأنها دورية، ولكن هل لها
أي أهداف أو مغزى في هذا التوقيت مع تطور الحرب ودخولها إلى المرحلة الثانية؟ هي مناورات تعزيزية لقوات حلف الأطلسي، هي جزء من هذه التعزيزات على كامل الشرق الأوروبي لدول أعضاء الحلف في هذه المنطقة، من بولندا جنوبا إلى دول الشمال، دول البلطيق. على كل هذا الخط هناك تعزيزات لحلف الأطلسي لم تتوقف، كانت واضحة مع المناورات المهمة التي جرت في السويد وأيضا في دول البلطيق، وشاركت فيها دول من دول حلف الأطلسي بمعدل 35 ألف جندي، هذا قبل شهر ونصف تقريبا بعد حوالي 3 أسابيع من بدء الحرب في 24 من فبراير الماضي. إذن هذا التحرك، هذه المناورات هي تعزيز لحلف الأطلسي على كل هذه المنطقة ولن تكون الأخيرة. هذه المناورات بهذا العدد من الدول تستمر لمدة شهر، هل يمكن أن تخرج عن مسارها المفترض يعني بالنظر إلى تطورات الحرب كذلك؟ هل هذا السيناريو يعني متاح أو محتمل؟ ما يمكن أن يخرج هذه المناورات عن خطها أو عن هدفها التعزيزي فقط داخل حدود بولندا، داخل حدود مناطق حلف الأطلسي، فقط أن يحصل خطأ أو بإرادة روسية هجوم من قبل القوات الروسية خطأ أو مقصودا يعني باتجاه بولندا أو أي دولة من دول حلف الأطلسي في هذا الشرق الأوروبي. هنا ممكن أن تكون هناك جهوزية لهذه القوات بالرد، لكن من المستبعد أن يحصل هذا، وإذا ما حصل فأعتقد أن حلف الأطلسي سيطلب، سيتحرك بداية دبلوماسيا يطلب إيضاحات في حال حصول مثل هذا. لكن هناك سيناريو بدأ يتحدث عنه بعض المراقبين سيد محمد، على الأرض البولن، أن ذلك قد يكون ذريعة لدخول هذه القوات إلى الغرب الأوكراني تحت ذريعة حفظ الأمن في هذه المنطقة وبالاتفاق مع الحكومة الأوكرانية، وربما لضمان إيصال الإمدادات العسكرية النوعية إلى مناطق الصراع في ظل المرحلة الثانية لهذه الحرب التي تخاض في الشرق والجنوب الشرق. هذا يعني في الخطط العسكرية في الاحتمالات ممكن أخذه في عين الاعتبار، لكن لا يبدو أبدا أن حلف الأطلسي، الولايات المتحدة الأمريكية التي هي القوة الرئيسية في حلف الأطلسي، تريد الدخول في حرب مباشرة مع روسيا. هذه الحرب في أوكرانيا واضح أنها حرب طويلة، ودخول حلف الأطلسي في هذه الحرب سيجعلها أكثر خطورة وطويلة أكثر وأكثر. هذه الحرب هي عملية غرق، يعني روسيا قصدت أن روسيا غرقت في هذه الحرب، لم يكن بوتين يتوقع أن تطول هذه الحرب إلى هذه المدة التي وصلتها، والواضح أنها ستطول أكثر وأكثر. وبالتالي أن أكثر ما يمكن فعله بالنسبة إلى روسيا هو السيطرة على الشرق الأوكراني والجنوب الأوكراني، وإنما بعد وقت طويل من هذه الحرب، كما تبين نوعية العمليات العسكرية والإرادة القوية لدى الأوكرانيين للتصدي للعمليات العسكرية الروسية. إذن الغرب الأوكراني مستبعد حاليا في العمليات العسكرية النوعية الروسية، والتركيز الروسي دائما
دائما اليوم على الشرق وإلى حد ما على الجنوب. إذن لا أعتقد أن الحلف الأطلسي يريد الدخول حاليا إلى الغرب الأوكراني والدخول في حرب مع القوات الروسية الموجودة في المنطقة في الشرق. شكرا جزيلا لك من باريس الصحفي والمحلل السياسي محمد كلش. ومع تركيز القوات الروسية على شرق أوكرانيا، يبدو أن استراتيجية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأولى في الحرب ضد أوكرانيا قد تغيرت فعلا، لكن نجاح هذه الاستراتيجية سيعتمد على كيفية تحضير حلف الناتو للجيش الأوكراني عسكريا لمواجهتها. مع مرور شهرين على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، يبدو أن قواعد اللعبة الروسية تغيرت في الحرب ضد أوكرانيا، وأن الخطة لم تجري كما وضعها الكرملين. فكان دونباس شرق أوكرانيا المكان الأمثل لتغير استراتيجية بوتين في الحرب. كان أمام الرئيس بوتين سلوكان ممكنان: القيام بهجوم كبير على إقليم دونباس بكل ما لدى روسيا من قوة لضعف الجيش الأوكراني في هذا الإقليم، سيناريو لم يحصل حتى الآن لعدم جهوزية الجيش الروسي بعد الخسائر التي مني بها في كييف. أما السلوك الثاني وهو ما ينفذه بوتين حالياً في المرحلة الثانية للحرب، إذ يعتمد على استراتيجية القضم والتقطيع لإقليم دونباس عن طريق تركيز قواعد لوجستية قريبة من الحدود الأوكرانية منها بلغورود، فضلاً عن ذلك تعيين قائد عام واحد للمسرح الأوكراني ككل، مع اختيار محور أساسي الذي يبدأ من خاركيف إلى أزيوم وبعدها إلى كراماتورسك العاصمة المؤقتة لإقليم دونيتسك، ليتم من هذا المحور الانطلاق شرقاً وغرباً للسيطرة على البلدات حول المنطقة وتحقيق نجاحات تكتيكية في الريف، مع الاستمرار بقصف غربي أوكراني لمنع وصول الإمدادات والدعم اللوجستي إلى الشرق. استراتيجية روسية محكمة، إلا أن نجاحها يعتمد على كيف سيحضر الناتو الجيش الأوكراني لمواجهتها، لا سيما في ظل رغبة واشنطن جعل روسيا دولة ضعيفة. رشا خياط، العربية. كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية عن تسجيل نمو اقتصادي ب 9.6% خلال الربع الأول من العام 2022، وذلك مقارنة بالربع الأول من العام 2021، وليصبح بذلك أعلى معدل نمو للاقتصاد السعودي منذ العام 2011. تقرير الهيئة عاد النمو الإيجابي إلى الارتفاع الكبير في الأنشطة النفطية، وذلك بنسبة 20.4%، إضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7%. وحققت أنشطة الخدمات الحكومية ارتفاعا ب 2.4% خلال الفترة نفسها. من الرياض ينضم إلينا الكاتب الاقتصادي محمد العنقري. سيد محمد، حياك الله معي في نشرة الرابع، كل عام وانت بخير أولا. حياك الله، كل عام وانت بخير أستاذ خالد. الله يسلمك. الوتيرة التي يسجل بها النمو الاقتصادي السعودي، وصلنا اليوم إلى 9.6%، يعني الأمر الطبيعي في ظل الظروف اللي جالسة يمر بها العالم بشكل عام. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم والسادة المشاهدين، وكل عام والجميع بخير. الحقيقة أن الاقتصاد السعودي هناك أمرين يعني يخدمان الاقتصاد السعودي. العامل الأول هو السياق الطبيعي، هو الرؤية التي يعني حركت الأنشطة الاقتصادية ذات الجدوى والقيمة الكبيرة في الاقتصاد السعودي، سواء قطاع السياحة أو الترفيه أو التعدين. طبعا التعدين بدأ نشاطه من حوالي تقريبا العامين بشكل كبير جدا بعد إقرار سياسة أو نظام الاستثمار التعديني، والسياحة والترفيه تعطلت مع كورونا، ولكن الآن بدأت تعود بقوة مع المواسم والفعاليات، بالإضافة إلى طبعا عودة الحج وعودة العمرة، وأيضا الحج الذي سيكون هذا العام بما لا يقل عن 1,000,000. إضافة طبعا إلى إطلاق استراتيجيات النوعية في برامج مثلا اللوجستيك وغيرها من الأنشطة والمشاريع الكبيرة. العامل الآخر هو طبعا ارتفاع أسعار
النفط، والذي برز يعني بشكل كبير جدا في التأثير في نمو الناتج المحلي، أنه نمى بأكثر من 20%. نحن نعلم أن الإنتاج يزيد في المملكة شهريا وتعدى 10 ملايين وتقريبا 300 و400 ألف برميل، بعد أن انخفض بشكل كبير إلى ما دون 9 ملايين برميل مع جائحة كورونا والإجراءات التي أخذت من قبل أوبك بلس لاستعادة التوازن للسوق. يضاف لذلك طبعا أسعار النفط التي تقريبا وصلت إلى متوسط $100 في الربع الأول، قياسا بمستويات يعني أقل من $70 في الربع الأول من عام 2021. فهناك عاملين أساسيين هما الرؤية من جهة، وأيضا الظروف التي خدمت ارتفاع أسعار السلع من جهة أخرى، بالرغم من وجود ضغوط على نمو الاقتصاد العالمي والضغوط التضخمية التي يعني لم يسلم منها أحد في العالم. ولكن إجراءات المملكة واستراتيجيتها إلى الآن في الإصلاح الاقتصادي وفي برنامج الاستدامة المالية وأيضا عملية التوازن ما بين الحفاظ على النمو الاقتصادي وتحقيق أفضل المعدلات الممكنة وأيضا مواجهة التحديات والاحتراز في هذه النقطة تحديدا سيد محمد، ومنها جائحة كورونا التي ما زالت يعني قائمة في العالم، والجائحة اللي سببت انكماش في الاقتصاد العالمي بشكل عام في ظروف عالمية أيضا محيطة. لكن كيف يمكن البناء على هذا النمو بشكل إيجابي والنظر إلى ربما التقديرات التي تتنبأ بأزمات اقتصادية مقبلة، أزمة غذاء وغيرها من المشاكل، الإمدادات وتراجع في سلسلة الإمدادات والتوريدات أيضا؟ هذا السؤال مهم جدا. طبعا النمو الاقتصادي في المملكة مستمر، يعني لم يتوقف حتى نقول أننا نحتاج إلى ربع آخر حتى نتأكد من أن النمو الاقتصادي سيبقى بنفس المعدل. نحن الآن أنهينا شهر كامل من الربع الثاني وأسعار البترول فوق $100، وحجم الصادرات المحلية النفطية وغير النفطية مرتفع ويحقق عوائد جيدة، والنتائج التي ظهرت إلى الآن من إعلانات الشركات الكبرى في السوق المالي تؤكد أن النمو الاقتصادي مرتفع من خلال ما رأيناه في القطاع البنكي وغيره. أيضا هناك جانب مهم، المملكة يعني دائما لديها خطط لمواجهة الأزمات، لديها خبرة في هذا المجال، وهذا برز بشكل كبير جدا في أكبر تحدي أو اختبار للعالم وهي جائحة كورونا. ولذلك لديها الخزن الاستراتيجي ولديها الإجراءات التي تكفل أن يكون هناك حماية للاقتصاد و يعني خفض التأثير ولن نقول إلغائه لارتفاع أسعار السلع عالميا، لأن هناك سلع مدعومة بشكل كبير جدا وما زالت تقدم بأسعارها نفسها، وهناك بعض الارتفاعات، ولكن لدى المملكة سلة من الخيارات التي تستطيع من خلالها مواجهة هذا التحدي، سواء على مستوى معالجة ما يدعم انفاق الفرد أو ما يدعم خفض التكاليف من خلال إجراءات كثيرة قد يطول شرحها، ولكنها معروفة في مسألة مثلا بعض التعامل مع الرسوم والإجراءات الموجودة إذا لزم الأمر طبعا. شكرا جزيلا لك من الرياض الكاتب الاقتصادي محمد العنقري. الرابعة بعد قليل، العربيات تستعرض قصة العائلة التي تولت إدارة الحرم المكي لمئات السنين وحتى إنشاء رئاسة الحرمين. حلف شمال الأطلسي يعلن بدء مناورات عسكرية على طول جناحه الشرقي. الاقتصاد السعودي يسجل نموا بقرابة 10% خلال الربع الأول من العام الحالي. الإعلام الكويتية تحذر من حملات للتنمر وابتزاز مسؤولين حكوميين على مواقع التواصل الاجتماعي. والعربية تستعرض قصة العائلة التي تولت إدارة الحرم المكي لمئات السنين وحتى إنشاء رئاسة الحرمين.
كشفت وزارة الإعلام الكويتية عن رصدها حالات ابتزاز متعددة ضد مسؤولين حكوميين من قبل حسابات شخصية وإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي. وزارة الإعلام أوضحت أيضاً بأن هناك إحالة لعشرات الحسابات للجهات الأمنية بعد العيد على خلفية ممارستها للابتزاز، وذلك وفقاً لصحيفة القبس الكويتية. كذلك أضافت بأن من بين أسباب الابتزاز الحصول على الأموال من المسؤولين الحكوميين وتمرير المعاملات والمناقصات في الدولة. من الكويت تنضم إلينا أستاذة القانون في جامعة الكويت الدكتورة بشاير الماجد. دكتورة بشاير، حياك الله معي في سؤال مباشر، كل عام وانت بخير. البيان أثار حالة من الجدل في الكويت ووجه ببعض الانتقادات أيضا من كثير من الأطراف. أنا أود أسألك عن مدى قانونية هذا البيان، وإلى أي مدى هو لا يتعارض مع حرية التعبير اللي يكفل الدستور الكويتي؟ حياك الله أخي الكريم، وكل عام وأنتم بخير. طبعاً البيان الذي جاء من وزارة الإعلام يعني خلق حالة من تضارب الأقوال، وحالة من نوع من رد فعل في المجتمع. كيف يمكن لوزارة أن تقوم بمخاطبة المجتمع في بيان يحمل في طياته صيغة التهديد بصورة مباشرة؟ طبعا نحن في دولة الكويت، الدستور الكويتي في المادة 36 و 37 كفل حرية التعبير سواء بالقول أو بالكتابة، ولكن في حدود القانون. طبعا بيان وزارة الإعلام يعني قرأته كما قرأه الكثيرين، يعني مبهم نوعا ما، هل هو يشمل وزارة الإعلام فقط أو يشمل جميع وزارات الدولة؟ فإن كان يشمل وزارة الإعلام فقط فهذه مشكلة، حيث أن جميع وزراء الدولة بما فيهم رئيس الوزراء يتعرض للتهديد والتنمر الإلكتروني بصفة يومية، والابتزاز الإلكتروني كما أطلقوا عليه بصفة يومية، ولم نرى أي تحرك من مركز التواصل الحكومي أو الناطق الرسمي لديوان مجلس الوزراء أو لمجلس الوزراء. أما إذا كان بيان وزارة الإعلام يخص وزارة الإعلام ووزير الإعلام تحديدا، فأنا من وجهة نظري القانونية لا يجوز لوزارة الإعلام أن تقوم بمخاطبة المجتمع بصورة مباشرة، لأن القانون كفل لوزارة الإعلام أنها تلتجئ للقضاء في حال وقوع مثل هذه المخالفات القانونية أو حدوث نوع من أنواع الابتزاز كما ذكرت الوزارة في بيانها. يعني إذا كان هناك أي حالة من حالات الابتزاز، من الأجدر ومن الواجب على وزارة الإعلام أنها تقوم بمخاطبة الجهات الرسمية، وإحال نحن دولة قانون تحيل للقضاء لكي القضاء يأخذ مجرى كما في كثير من مؤسسات الدولة التي لجأت إلى هذا الأسلوب أصلا، يعني وأحالت من يقومون بالابتزاز لمبالغ مالية أو إطلاق مثلاً شائعات. يعني أنت تتفقي مع الرأي القائل إنه البيان غير واضح أو مبهم أو إنه يحتاج إلى بيان؟ والله يقال يعني هناك تصريح قرأته أن البيان يحتاج إلى بيان. أنا من وجهة نظري الشخصية يعني لا يمكن لوزارة الإعلام أن تخاطب المجتمع بصيغة تهديد. في صيغة تهديد؟ نعم، أنها سوف تحيل بعد العيد كل من يتنمر والابتزاز. طبعا أنا أوافق وزارة الإعلام يعني تماما أن هناك ابتزاز إلكتروني يحصل بصفة مباشرة للمسؤولين الحكوميين، مما أدى إلى زعزعة مكانة الوظيفة الاجتماعية في الدولة، هذا أنا أتفق معهم. كيف أثر على العمل الحكومي؟ أخي الكريم، رأينا في الفترة الماضية للأسف هناك الكثير من ردات الفعل وتغيير قرارات حكومية بناء على رد فعل في وسائل التواصل الاجتماعي، الذي لا نعلم هل هو رد فعل صحيح أو رد فعل مفتعل عن طريق الهاشتاغات التي تطلق، ربما تكون حقيقية وربما تكون لا. لكن وأنا أتفق مع وزارة الإعلام، هناك الكثير من الابتزاز الإلكتروني الذي يحصل للمسؤولين الحكوميين، وهناك الكثير من ردات الفعل التي تحصل إلكترونيا، ولكن هذا لا يبيح أن الوزارة أن تقوم لمخاطبة المجتمع بصورة مباشرة. هناك قضاء، هناك نحن دولة مدنية، هناك يعني وسيلة كفلها الدستور للناس للتقاضي. من يقوم بالابتزاز يجب على وزارة الإعلام وغيرها من الوزارات الالتجاء إلى الطرق القانونية مباشرة. هذا يجب، وقامت فيه وزارات أخرى في الفترة الماضية، وقامت فيه هيئات وجهات حكومية في الفترة الماضية، وأحالت المتسببين للقضاء، وبعضهم صدرت عليهم أحكام قاسية في الحقيقة. يعني أنا مع وزارة الإعلام أنه هناك تنمر إلكتروني يحصل للمسؤولين، ولكن لا أتفق من اللي يقف وراء. هل هم ناس عاديين
ولا في ناس لهم مصالح متنفذين سياسيين اقتصاديين وغيرهم؟ أخي الكريم تختلف، يعني طبعا هناك أناس لديهم مصالح شخصية، هناك ناس تحركهم ممكن أقطاب، وهناك ناس بسطاء عاديين. يعني مثلا قضية اللي هي منحة المتقاعدين، أغلب المغردين فيها كانوا ناس بسطاء أو من فئة المتقاعدين ناس أبرياء، يعني ناس بسطاء عاديين، ولكن يعني استحسان لجوء الوزارات إلى لغة التهديد والوعيد أننا نحن سوف نلجأ بعد العيد لإحالة جميع من، طيب من باب أولى نعم يجب عليك إحالة جميع من يبتز ولديك أدلة، يجب أن تحيله للقضاء طبعا. هذه من واجبك ومن واجب يعني تحمل مسؤولياتك القانونية. طيب من باب أولى رئيس الوزراء تعرض لكمية تنمر إلكتروني وابتزاز إلكتروني وهاشتاغات وما إلى غيره في الفترة الماضية، لم نرى بيانا يصدر من الناطق، هناك ناطق رسمي باسم مجلس الوزراء ومركز التواصل الحكومي، لم نرى بيان بهذا النوع. فهل هذا البيان يختص بوزارة الإعلام فقط أو هو يشمل جميع الوزارات؟ إذا يشمل جميع الوزارات ليست وزارة الإعلام المختصة بإطلاقها، بل إنما مركز التواصل الحكومي التابع لمجلس الوزراء ليشمل جميع الوزراء من باب المسؤولية التضامنية للوزراء جميعا لتحقيق المصلحة العامة لدولة الكويت. شكرا لك. من الكويت أستاذة القانون في جامعة الكويت الدكتورة بشاير الماجد. شهدت وزارة الحج والعمرة في السعودية أو شددت على جميع شركات العمرة بضرورة متابعة مغادرة المعتمرين بناء على مواعيد رحلاتهم، وذلك تزامنا مع عودة المعتمرين والزوار إلى بلدانهم. الوزارة أوضحت أيضا أن إجراءاتها تهدف إلى تسهيل مغادرة المعتمرين وتقليص زمن الانتظار في صالات المغادرة. من الحرم المكي ينضم إلينا مراسل العربية سلطان السلمي. أهلا سلطان. الصورة اليوم في الحرم المكي في يعني ليلة العيد ممكن نقول، كيف هي كيف تبدو وش سبب التحرك هذا الآن من قبل وزارة الحج والعمرة المتعلق بمغادرة المعتمرين؟ بطبيعة الحال في مثل هذا اليوم من كل عام في شهر رمضان يتوافد المصلون أكثر من المعتمرين بنسب كبيرة. أيضا ليلة العيد يعني أهالي مكة يعني اعتادوا على صلاة العيد داخل الحرم المكي، لذلك نشاهد الصورة الآن يعني العدد الأكبر هم من المصلين طوال منذ صباح اليوم داخل الحرم المكي، لذلك بدأت قوافل المعتمرين ب مغادرة السعودية وتحديدا معتمرين الخارج. تحدثنا النسبة الأكبر من معتمرين الخارج هذا العام هم من العراق ومن باكستان ومن بنغلاديش. تحدثنا أنه يغادر يوميا عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار المدينة المنورة قرابة 17,000 معتمر يغادرون إلى بلدانهم يوميا منذ قبل يومين. تحديدا بدأت هذه القوافل تغادر السعودية عبر المنافذ الجوية. تحديدا لذلك نوهت وزارة الحج والعمرة السعودية على شركات العمرة أن تنوه على كافة المعتمرين أن يكونوا لديهم حقائب وفق اشتراطات شركات الطيران حتى لا يكون هنالك تكدسات كبيرة داخل مطار الملك عبد العزيز أو حتى مطار المدينة المنورة. نعلم أنه أغلب المعتمرين نسبة كبيرة منهم يعني يرغب بشراء حاجيات كبيرة جدا وعديدة من مكة المكرمة وحتى من المدينة، لذلك يعني نوهت وزارة الحج على شركات العمرة بالالتزام بكافة الجداول والمواعيد المخصصة لرحلات الطيران حتى لا يكون هنالك يعني تكدسات أو ازدحامات أو إلغاء للرحلات أو تأخير في عملية تسفير أو عودة المعتمرين إلى بلدانهم بشكل عام. تحدثنا في مكة والمدينة حتى اليوم يتواجد قرابة 512,000 معتمر من الخارج يتواجدون. تحدثنا كذلك أنه طلبات التأشيرات إلى مكة تحديدا لأخذ العمرة بعد نهاية شهر رمضان قرابة 4,000 طلب يوميا من قبل معتمرين الخارج. يعني هذه أبرز الأرقام المتعلقة بموسم العمرة الذي شارف على نهايته. نعم خالد. طيب يعطيك العافية، كل عام أنت طيب سلطان، شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا من الحرم المكي. شيء
توارثت أسرة نائب الحرم في مكة المكرمة مهمة إدارة المسجد الحرام منذ مئات السنين وحتى عهد الملك خالد، حيث عمل أحد أفراد العائلة مديرا لإدارة الحرم المكي قبل 40 عاما حتى انتهت مهام العائلة مع إنشاء رئاسة شؤون الحرمين وتوليها جميع المهام الإدارية. نتابع. اكتسبت الكثير من العوائل في مكة المكرمة أسماءها من الأعمال والوظائف التي عرفت بمزاولتها. عائلة نائب الحرم سميت بهذا اللقب بعد أن توارثت مهمة إدارة شؤون الحرم المكي منذ مئات السنين وصولا إلى عهد الملك خالد، وهي وظيفة إدارية لتنظيم شؤون المسجد الحرام. تعني هذه الوظيفة كافة شؤون الخدمات اللازمة للحرم من عمال ونظافة وصيانة وشؤون المؤذنين وشؤون الخطباء، حتى نشأت وزارة الحج والأوقاف إلى عام 95 والذي أنشئت في رئاسة الحرمين الشريفين. كان شرط القبول للوظيفة أو لخدمة بيت الله الحرام كموظف أن يكون معروف بالصلاح في المجتمع وتقوى الله. حرص أفراد عائلة نائب الحرم في خدمة المسجد الحرام كونه شرف لنا وواجب علينا. رغم انتهاء مهام العائلة المتعلقة بالمسجد الحرام منذ أكثر من 40 عاما، إلا أن بعض أفراد الأسرة ما زالوا يعملون في خدمة المعتمرين والزوار في رئاسة شؤون الحرمين حتى اليوم. كان مقر إدارة الحرم المكي الشريف في جبل أبي قبيس، وبعد التوسعة السعودية الأولى انتقل إلى يمين الداخل من باب الملك عبدالعزيز المشهور آنذاك بباب الملك. كان أكبر عدد من العاملين كانوا الكناسين، والكناسين كانوا حينها يقدروا يوكلوا الغير وفي نفس الوقت بمقابل مادي، يعني فيكون متفق عليه ويكون متوافق عليه من إدارة الحرم. أصبح السيد زيني هاشم نائب الحرم مديرا لإدارة الحرم بموجب أمر سامي ضمن منظومة رئاسة شؤون الحرمين. تحتفظ الأسرة بمئات الوثائق والصور التي تؤرخ أعمالها الإدارية في الحرم المكي التي استمرت سنوات طويلة وامتدت إلى العهد السعودي، فيما انشغل أبناء الأسرة بممارسة التجارة في قطاعات مختلفة بعد أن انتهت مهمة أسرتهم في المسجد الحرام. من مكة المكرمة، عبد الواحد الحميد، العربية. في الرابعة أيضا، لكن بعد قليل، خدمة زكاة السعودية تكشف عن تحويل أكثر من 370 مليون ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي. أهلا بكم من جديد. أوضحت هيئة الزكاة والضريبة السعودية عن تجاوز المبالغ الواردة عبر خدمة زكاة 75 مليون ريال، وذلك منذ بداية شهر رمضان، ليتجاوز بذلك حجم المبالغ التي تلقتها الخدمة 370 مليون ريال منذ إطلاقها قبل 5 سنوات. الهيئة تؤكدت على تحويل المبالغ المستلمة لمستحقي الضمان الاجتماعي المسجلين لدى وزارة الموارد البشرية، حيث يتم توجيهها مباشرة للفئات المختارة من خلال التطبيق. كثفت وزارة التجارة السعودية جولاتها الرقابية على المحال التجارية والأسواق الشعبية قبيل عيد الفطر لرصد حالات الغش التجاري والتلاعب في الأسعار ومتابعة التزام المراكز والمحلات التجارية بالشروط المتعلقة بالتخفيضات، إضافة إلى التأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة بما في ذلك مكافحة نظام الغش التجاري ونظام البيانات التجارية ونظام العلامات التجارية. أيضا انضم إلينا من الدمام مراسل العربية عبد الرحمن العصيمي. عبد الرحمن، حياك الله، كل عام وانت طيب. الجولات هذه كيف يعني تنفذ
بناء على أي آليات، وهل هناك نتائج لها مرصودة حتى الآن؟ هلا بك خالد، نحدثكم من مدينة الخبر وتحديدا من الخبر الشمالية وسوق السويكت كما يسمى لدى أهل الخبر وأهل الدمام. طبعا لعل زميلي المصور يأخذ لكم بعض اللقطات. تشاهدون خالد بدأ الازدحام شيئا فشيئا منذ يعني ساعات الظهر وحتى ساعات الصباح. نعرف أن المولات الآن خالد في من 15 رمضان تقريبا حتى المولات صارت تفتح بعد صلاة الفجر حتى ساعات الصباح لمحاولة تخفيف الزحام الذي يحدث في الليل. وزارة التجارة تؤكد على أن فرقها وجولاتها موجودة على أرض الواقع. طبعا قبل قليل سألت بعض الزبائن وبعض المتسوقين عن الأسعار خالد، لا تزال هناك شكاوى من ارتفاع بعض الأسعار، لا 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 سيما فيما يتعلق بالملابس والمستلزمات الرجالية أيضا وبعض الإكسسوارات الخاصة بالنساء. أيضا سألت بعض أصحاب المحال، أكدوا بأن الارتفاع هذا يعود إلى أكثر من سبب، إلى ارتفاع الخامات الرئيسية، أيضا الموردين أساسا رفعوا الأسعار، والبعض أيضا يعني يرجع السبب إلى الحرب الروسية الأوكرانية أيضا، والبعض المستهلكين يعني يقول بأن هذا استغلال غير صحيح، بأن الحرب ألقت بظلالها على الأسعار، بل التجار يحاولون استغلال موسم العيد لرفع الأسعار. وزارة التجارة من جهتها تؤكد بأنها تقوم بجولات مكثفة بين فينة وأخرى للتأكد من الأسعار وأيضا مراقبتها وضبطها، أيضا فيما يتعلق بالتخفيضات بأن يتأكد المستهلك أيضا، وتؤكد وزارة التجارة على رفع الوعي لدى المستهلك. بس شلون عبد الرحمن؟ وتأكد من الشروط يعني والالتزامات. إذا كان هناك مبررات طبعا متوقع خلال يعني شلون يعني استفاد من هالجولات وفي مبررات تساق على أنها جزء من أزمة عالمية، من التوريدات، الحرب وغيرها من الأمور. وزارة التجارة لا تتدخل كثيرا بالأسعار خالد. وزارة التجارة تتأكد من التخفيضات هل هي قانونية أو لا، هل الأسعار موجودة على السلع بشكل قانوني، يتأكدون من موضوع الغش التجاري. لكن الأسعار عندما التاجر أو صاحب المحل يرفع السعر أو يقرر رفع السعر غالبا وزارة التجارة تتدخل، إلا كان الارتفاع يعني بشكل عالي وغير يعني معقول. لكن الارتفاع البسيط يعني يرفع 5 ريال 10 ريال حتى 20 ريال وزارة التجارة ما تتدخل، تتدخل فيما يتعلق بالإجراءات والأنظمة المتعلقة بعرض السلع وبيعها والتخفيضات. لذلك المواطن يعني أحيانا يلوم وزارة التجارة على عدم تدخلها بشكل قوي لكبح جماح الارتفاع المستمر مع مرور الوقت. شكرا لك عبد الرحمن، يعطيك العافية. من الدمام مراسل العربية عبد الرحمن العصيم. تسميات العرب للزمان قائمة على صفاتها، فالأسبوع من السبعة والشهر من الشهرة والعيد لأنه يعود سيرته الأولى كما بدأ. خالد الزعاك. تخصيص يوم للفرح والبهجة والسرور يسمى بالعيد، وتسميات العرب للزمان قائم على صفاتها، فالأسبوع من السبعة والشهر من الشهرة والعيد لأنه يعود سيرته الأولى كما بدأ. والمسلمين لهم عيدين، عيد الفطر وعيد الإضحى. فالفطر لأن الناس تفطر فرحا لإتمام شهر الصوم ويكون في أول يوم من شهر شوال، وعيد الإضحى لأن الناس تأكل فرحا من الأضحية ويكون في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة. والعيد بالشرع يوم واحد، وبالعرف الاجتماعي 3 أيام. للناس عيد ولي عيدين في العيد، إذا رأيتك يا ابن السادة الصيد، إذا هم عيدوا عيدين في سنة، كانت بوجهك لي أيام تعيد.
واحتفل المسلمون بأول عيد فطر لهم في السنة الثانية من الهجرة بعد أول صيام لهم. وفي هذه السنة نبن عيد بول الصيف، وبعد 3 سنين نبن عيد باخر الربيع، وبعد 6 سنين نبن عيد باخر الشتاء. وتميزت أعياد المسلمين بسمات إنسانية ونبل بشرية، ففيه تتقارب القلوب وتجتمع الأجساد بعد الإفراق. وهلنا الأولين الله يرحمهم يقولون العيد يلم لجاويد. ختام الرابعة بالعناوين: الاقتصاد السعودي يسجل نمواً بقرابة 10% خلال الربع الأول من العام الحالي. الإعلام الكويتية تحذر من حملات للتنمر وابتزاز مسؤولين حكوميين على مواقع التواصل الاجتماعي. العربيات تستعرض قصة العائلة التي تولت إدارة الحرم المكي لمئات السنين وحتى إنشاء رئاسة الحرمين. نهاية الرابعة، شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.